عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين بي منو. إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. نصلي على الرسول قبل ما نبدأ الفيديو. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعت لكم فيديو جديد ورسالة جديدة بعد غيبة طويلة شوية. كما نعرفوا الأوضاع متاع في فلسطين وغزة، إن شاء الله ربي ينصرهم، إن شاء الله ربي يكون معاهم. بالحق قلبنا دم، ما نحكي لكمش المشهد اللي نشوفه فيهم. ان شاء الله يا ربي ينصرهم وربي معاهم ان شاء الله. دونك هذاك علاش غبت عليكم شويه. بالحق الواحد يديه بارده، ما ينجمش حتى باش يصور ولا باش، ما عندوش حتى هكايا خلوق. ما بالحق ربي معاهم وكاه. دونك نبداو ديريكتومون في الـ في الـ في الوصفة. عندي 200 مليلتر ماء دافي، رطوبنا ما يكونش سخون برشا باش ما يقتلناش هذيك الخميرة. ماء دافي عليهم مغيرفة خميرة خبز ولا ساشي خميرة خبز، مغيرفة سكر، نحركهم هكايا بالباهي مع بعضهم حتى لين يتجانسوا. مش نضيف 50 مليلتر زيت زيتونة ولا زيت نباتي اللي تحبوا انتوما. ديما انا في وسط المعجنات هكايا نحب معناتها سيرتو لي بات تكون بالزيت الزيتونة تكون ابن. ومش نضيف لهنا الفارينة، الفارينة مش تكون بالعين وحسب الحاجة، مغيرفة بتبيع ملح. نحرك هذوما هكا المكونات مع بعضهم حتى لين تتجانس، ومن بعديكا مش نقعد نضيف في الفارينة حتى لين تتكون لي باتا، ومن بعديكا تشوفوا القوام والتكستير متاعها بالضبط. على تويكا مش نحي فوقين ونكمل بالنعجن بيدي. بالنسبه للبات هذه راهي ما تتطلبش عجنين، جست هكايا نلمو لمين البات نتاعنا وكهو. بالحق هاكا كيما ريتوها بعد تجيكم خفيفه وهشوشه. بالحق الذوب ذوبين في الفم، هاكا جست اللم في البات لمين هكاهو، جست باش تتجانس البات وكهو. نجمو تعملوها غوتي صغيراتكم، نجمو تعملوها هكايا وجبه متاع فطور عشاء. بالحق بنين وخفيف وهشوش يذوب ذوبين في الفم. هاكا كملت لميت البات متاعي. تو مش نضيف لها هكا من با شويه زيت من الفوق، شويه هكايا من اللوطه، ومش نغطيها بابي سولوفان ونخليها حتى لين يضعف الحجم متاعها. نغطيها بالبي بالبي ونخليها كوتي حتى لين يضعف لي كيما قلت لكم الحجم نتاعها. ومن بعد كي مش نبداو نشكلوها مع بعضنا، نغطيوها نيدله ونخليوها على جنيب حتى لين يضعف الحجم نتاعها. لهنا البات نتاعي ضعف حجمها، سي بون طويكا مش نديغازيها هكايا شويه ومش نشكلوه كعيبات السفلي نتاعنا. مش ناخو هكايا رش شوية فوق فرينة فوق البلان دو ترافاي، عندي غازية هكايا من هذيك الهواء اللي تخلف فيها غازيت، ومش نحلها بالقلقال، مش نحلها جويدة، دونك مش رهيفة برشا ومش خشينة، نحلوها هكايا بالقلقال. تو نوريكم السمك بعديكا كيفاش معنتها قداش نحلوها. وعلى هاكا حليتها، شوفوا حليتها جويدة بالباهي. على تويكا مش ناخو هكايا صحفة، أي حاجة تكون عندكم قالب صحفة ختام تاع كسرونة أي حاجة تنجمو تشكلو بيها كعيبات السوفلي متاعكم. كيما تلاحظو خديت هكايا بالصحفة
وقعت ان شكل فيها، حضرت لوطون اللي الباد متاعي تخمر، حضرت الفرس متاع الكعبات السفلي هاكا هذيك اللي تبقى من العجينة، لمو هاكي جوست هاكي لمين ونعود نخليوها في البول، نغطيوها بالبي باش من الهواء بطبيعة باش ما تشعتلناش، ومن بعد كان نخليوها ترتاح شوية لو طون اللي كملنا كعيباتنا هذوما نلقاوها ارتاحت، نعودو نشكلوها بنفس الطريقة. لهنا عملت صوص متاع بيتزا ياسر بنينة سهلة ما فيها حتى شيء، ديجا عملت هاكا كيما تلاحظوا على جنيب هكا عملت كونتيتي ريتوها، ديجا هذيك مازالت سخونة، عملت كمية ومش نخبيها كما نعرفوا احنا تو وقت الطماطم موجودة ورخيصة موجودة في الأسواق، علاش لا هاكا نعملوا كمية ونخبيوها في الكونجيلاتور وقت اللي نستحقوا للبيتزا للسوفلي لأي نوع متاع معجنات باجيت فخسي تمدوا وتعملوا منها، معناتها حاجة تكون نظيفة صحية ما غير مواد حافظة سهلة وبسيطة، جست هكايا نقطعوا طماطم ونرحيوها في بالميكسور مع شوية هكايا ثوم ونفوحوها شوية زيت شوية ملح شوية كركم شوية فلكحة شوية كليل شوية زعتر شوية حبق وريقات رند مغير فيها هكايا طماطم كونسونتريت، نجمو تزيدو زادا كيف هريسة ونخليها على النار تطيب حتى لين تقف على زيتها، بتبيع مناش ذكرت لكم شي زيت ولا عملت هكايا شوية زيت زيدا وخليتها حتى لين وقفت على زيتها وهي سخونة، حطيتها في هذك العلب وقلبتهم كما هكيكا، خليتهم حتى لين بردو كومبليتمون ودخلتهم للكونجيلاتور. دونك انا كيما قلت لكم مش نستحفظ بيه مده طويله، سينو اذا كان مش تستعملوها انتم معناتها على حرارته تنجموا تخليوها في الثلاجه لوطا. فتكم هنا لهنا بالحديث، فتكم في الفيديو، عملت شديت الباد متاعي دهنت هكايا شويه من الصوص، تنجموا كيما قلت لكم تعوض الصوص متاع البيتزا تعوضوها باريسا، عملت شويه صوص متاع الصوص هذيك شويه عظم كيف كيف عندي العظم طايب وربيتو شوية تون شوية كبار وعندي جبن موتزاريلا. دونك بالنسبة لكم انتوما تنجموا راهم انتم مش مربوطين بالفارس هذه اللي عملتها انا، تنجموا تعملوا اي فارس تحبوها انتوما، لحم مفروم فرويد مير جامبون اللي تحبوا انتوما تنجموا تحشيو به كعيبات السوفلي متاعك، هذوما هكا كعيبات كبار تنجموا تعملوا زيتون كما قلت لكم راهو الاختيار معناتها شوي يرجع لي لكم انتوما. هذه هكا عندي جبن موتزاريلا شخشختها هكا ديجا بالباهي بالجبن، ما نحكي لكمش على الذبان يا لطيف جنني، وما نحكي لكمش كيف سيرتو كي نبدا نصور يعكس، تعرفوا انتم ذبان الخريف على غالب وكهو. ولا لهنا كملت هكايا تو مش نسكر كعيبات السوفلي نتاعي بالطريقه هذه، مش ناخذ فرشيطه وننزل عليهم هكايا بالباهي باش الحرف تشد لي وما يتحلوليش كي بعد كي نطيبهم في الفرن، ننزل عليهم بالباهي هكايا بالفرشيطه هو كاريتو، طريقة سهلة بسيطة بالحق بنين 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 بالحق نودكم ولا نشهيكم على هذه هكا الكعيبة الأولى حضرت، نعود كعيبة أخرى مع بعضنا كيف هكا نسيسر وإحنا نسكروها هكا من الجناب الكل وكالعادة بالفرشيطة ننزل عليها. نجمو هكا تزينوها هكا معناتها تنظموها شويه بسكينه ولا الرولو هذيك نتاع البيتزا وكهو. هذه هكا كعيبات السوفلي مره اخرى تكون حاضره، البلاتو نتاعي فرشتو بالتابيت، نجمو انتم تعملوا بابي كويسون نجمو تعملوا فيرينا كيما تحبوا انتم ترشوا هكايا المفيد ترشوا معناتها وتعملوا حاجه فوق البلاتو نتاعك. لهنا خديت اصفر نتاع بيضه
وزدتها هكية شوية حليب ومش ندهن بها كعيبات السوفلي متاعي بس يعطيهم هكية مشهد مزيان دورير بعد ما يتيبوا. هاو كان ندهن هكية بالبي ومش ناخو عندي شوية سينوش كيف كيف مش نرش فوق كعيبات السوفلي متاعي. نجمو تعملو سينوش، نجمو تعملو جلجلان، نجمو تخليهم كيما هما كيما تحبوا انتوما. الفرن متاعي خليته يسخن، ملي بديت نشكل خليته يسخن، خليته على 180 ولا 190 درجة، حطيته بالفونديلاتير. وانتوما تنجمو تحطوا نار من اللوطة والفوق اذا كان الفرن متاعكم ما فيش مروحة. هذوما هكا كعيبات السوفلي متاعي دخلتهم للفور طابو من با 10 دقائق. كعيبات السوفلي متاعي حضروا شوفوا ما شاء الله، ما نحكي لكم شحال الريحة، ريحة الكوجينة ياسر ياسر بنينة. شوفوا كيفاش هكايا خفيف هشوش هكا كعيبة كيما هكا. هذه هكا وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش باش تخليوا لي تعليقكم وتخليوا لي لي روتور متاعكم فوق في الجروب فيسبوك كوزين باي منو. بارتجيوا الوصفة بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائدة. وعيشكم البنات، نحبكم. تعملوا لي برشا جيمات على الفيديو بالحق، المشاهدة موجودة من الجيمات ناقصة شوية. هكا كل واحدة تتفرج على الفيديو وعجبها المحتوى وعجبها عجبتها الرسات ما تنسينيش فضلا وليس أمرا بالجيم. وفي وصفة قادمة إن شاء الله. بسلامة.